عندي هنا فصين توم. طيب هناخد دول كلهم مع بعض، ناخد منهم شويه ونخلي الباقي عشان نعمل بيه الصلصه اهو، ونجيب بصلايه كمان اهي كده. اخد حب الزعتر عشان انا بحب الزعتر في الاكل. نصلي على حضرة النبي. كده. اهو. طيب. اهو. لازم انعمها قوي. شوية ملح وفلفل هنا. اهو. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. طب كده هنا. طفيت على البتنجان بتاعي. ونبدأ نشتغل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اخد بريك كده من الخلاط. نعم فندم. انا حطيت هنا بصل وتوم وجنزبيل وزعتر الاول، ضربته في الخلاط نعمته اهو زي ما انت شايف كده حضرتك. بعد كده حطيت ملح وفلفل وحطيت اللحمه المفرومه عشان اعملها ايه، اعملها كفته معايا يا باشا. انا ما بعملش حاجه مراد، اذا كان حد زقك عليا كده وقال لك ده بيعمل بلوك ولا يعك انا معمل. ايه يا ياسمين؟ الو امور يا ياسمين. انت جبت البين، انا عايزه مكرونه بشاميل. على عيني يا روح قلبي. حاجه تانية يا فندم؟ شكرا، اشكرك يا بنتي. كده هنا عم احمد. الو السلام عليكم عم احمد. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عم احمد؟ امورني يا عم. عايز اعرف بنبرنقها كده. ست وفاء سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست وفاء؟ الحمد لله. تأمري اسأل على طريقة الكب كيك. الكب كيك على عيني، هجيبولك على الشاشة على طول من عيني يا ست وفاء. كده هنا زي ما حضراتكم كده شايفين، ادي الكفته بتاعتي. الحمام المحشي قدام منك يا حبيب قلبي، يا ريت تصوره بالموبايل عشان يبقى عندنا البون كده. اجيب شوية زيت كريستال. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو مش كتير. نعم يا فندم. ده يا فندم؟
ولا ده الاثنين وكله يا عم، ولا زعلنا يعني هنغسل بعض عشان قرنين فلفل يا راجل. كده علا ست علا طيب حاول اخد فاس وارجع لكم تاني. هو غير محطه واطرافي رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. عملنا الصوص بتاع الكفتة وادي فلفل رومي اهو. هعمل ايه بقى كده؟ هقول لكم نعمل ايه. عندي البايركس بتاعي الصلصة شغالة اهي، ولا يهمك انت يعني شغال مش عارف مع مدرك ايه، هبظلم بزاز عبد العزيز كده. عندي هنا فلفل، عندي بطاطس، اهو شوية ملح وفلفل، شوية دبس رمان، كده نبدأ نشتغل. يا سيد محمد. الو. سلام عليكم يا حماده. ايوه انا بحبك قوي يا شيخ. صباح الهنا على عيونك يا حبيب قلبي. شيخ انا لما بنيجي نعمل برجر بيكش على الزيت، احنا عايزينه مش يكش، نعمل ايه؟ مين يا فندم؟ برجر بيعمل ايه؟ لما بنحطه بيكش. بيكش. عشان بس هي اللحمه كبيره شويه وما بتفردوش، او حاول تفرده قوي زي ما انا بفرد اللحمه كده قدام حضرتك. الكفته دي هيطلع معايا زي الفل كده. هنا نخش بقى الفرن بدول اهي. صلاة النبي احسن. ايه الجمال ده يا عمي؟ انا ما اعرفش ان انا بطبخ كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كده نبدأ بقى ايه، نحط ده كده اهو. يا حبيبي يا محمد نعم يا فندم، على عيني يا فندم، على عيني.